حياكم الله مجددا في أهلا. في فكرة العلاج الطبيعي وعلم الحركة وإصابات اللاعبين، اعتدنا كثيرا على أن نشاهد كثير من الأطباء المتقدمين في هذا المجال. اليوم لدينا الدكتورة لمى بصري، ولديها تجارب في هذا المجال، ولديها أيضا يعني تجارب على أرض الواقع مع البعثة السعودية مثلا في الألعاب الآسيوية، مع بعض الأندية الرياضية، إصابات اللاعبين. وربما أننا في هذا الموسم من أكثر المواسم الرياضية التي تشهد الكثير من الإصابات، إضاءات طبية علاجية سلوكية حول هذا الموضوع سأعرفها مع الدكتورة لمى بصري، وهي أخصائية العلاج الطبيعي وعلم الحركة التي تنضم إلي من استديوهاتنا في جدة. دكتورة حياك الله معنا في أهلا. أهلا دكتورة. أول شيء يعني كم عمر تجربتك في هذا المجال؟ من بدأت مسيرتي العملية في 2017 في مدينة الرياض، ولمدة سنة اشتغلت معهم، وبعدها حبيت أبدأ مسيرتي لوحدي وكونت شيء بسيط على قدي في 2018 بدايته. جميل. وأنا أتصفح سيرتك الذاتية، يمكن كان فكرة مرافقة البعثة السعودية في دورة الألعاب الآسيوية يمكن كانت من العلامات الفارقة، خليني أسميها، أو نقاط التحول اللي حصلت معك في مسيرتك. حدثيني عن هذه التجربة. الحمد لله كانت تجربة صراحة جدا جميلة، كنت جدا محظوظة أني ترشحت أني أكون الأخصائية مع فريق طبي سعودي 100%. كانت تجربة فريدة من نوعها، لأنه علمتني أساسيات متكاملة، كيفية فتح عيادة متنقلة، كيفية التعامل من الجانب النفسي غير الجسدي، التغذية، كل التجارب أخذتها من معسكر متكامل ومع رياضات مختلفة. وهذه كانت من الأشياء الجميلة في الألعاب الآسيوية أو الأولمبيكس بالعموم، هنلاحظ أنه رياضات مختلفة تتطرقها، فكان جدا ممتع الصراحة التعامل مع رياضيين مختلفين، يعني سعوديات ناجحات ما شاء الله في مجالهم العلمي والرياضي، فكانت تجربة جدا جدا ممتعة. طيب بنشوف فيديو لك يا دكتورة إذا تسمحين وتشوفينه معنا، ونرجع نسمع تعليقك. أول شيء قبل ما نرجع للطب، هذا الفيديو دليل إنك أهلاوية مثلاً؟ لا، نحن ما ندخل الصراحة في تحديد النوادي، أنا أشجع لاعبين ولاعبات. طيب دبلوماسية جميلة ومقبولة. كان منتخب، أيوة دبلوماسية جداً. دبلوماسية جميلة ومقبولة. هذا الفيديو كان مع شباب النادي الأهلي. إيش كانت الفكرة يعني إنه كان تجربة تدريبية إنه ما يصابون، ولا كان علاج لبعض المصابين؟ طيب المحاضرة تحت الاتحاد السعودي للطب الرياضي تحديدا، وأنا كوني من اللجنة العلمية في الاتحاد السعودي للطب الرياضي المنطقة الغربية، فإحنا نكون مسؤولين نعمم المحاضرات على مدى السنة، إنه كيف نقدر نفيد اللاعبين واللاعبات من رياضات مختلفة أو من أندية مختلفة. وحبينا نبدأ بالأكاديمية النادي الأهلي، نعمل معاهم المحاضرة لفيفا 11 بلس، كيف تقي نفسك من الإصابات. تحت طبعا أبحاث كثيرة طلعت أنه فيفا 11 بلس كبرنامج وقائي جدا جميل، أن نقدر نعممه في كل المدارس والأندية والأكاديميات من مختلف الرياضات. أتعمل تحت كرة القدم، بس نقدر نطبقه بطرق مختلفة أو شوية تغييرات نقدر نخليه لأي رياضة مختلفة ككرة سلة. جميل. طيب كيف بصراحة دكتورة، بصراحة كيف وجدتي وعي
اللاعبين السعوديين بفكرة تجنب الإصابات؟ يعني عندنا حالة مرتفعة من الوعي ولا حالة ما زالت منخفضة وتحتاج إلى شيء أكبر؟ في وعي، ده متأكد أنا 100% أنه كثير من اللاعبين بيقرأوا ترى وعندهم علم، إذا كان من المدرب اللياقة البدنية أو المدرب كرة القدم أو من طاقم العلاج الطبيعي المتواجد في كل نادي. فأنا ما أشيل هم اللاعبين كفريق أول، نحن يعني نفكر في الناشئين اللي هم الأصغر في السن، لأن هم اللي تكون خبرتهم لسه ما تكون عالية جدا، يكون دوبه داخل النادي إذا كان عمره 14 سنة ما حيكون عنده علم كافي. فهذا هو اللي كنا بنحاول نوصله، نحاول نعمم المحاضرات مو بس على الفرق الأولى، لا نركز على أكاديميات لأنه هم المستقبل وهم اللي نبغى نتأكد أنه عندهم كل العلم من هو عمره 13-14 سنة يكون جاهز إن شاء الله. جميل، وإن شاء الله يعني نغطي كل المملكة يا رب في المستقبل يا رب. وبالعكس لما تبدأون بفئات سنية هذا أمر عظيم. إجمالا دكتورة، وش سر انتشار إصابات اللاعبين في هذا الموسم يمكن أكثر من أي موسم آخر؟ للأسف الشديد الكورونا أثرت على الجانب النفسي والجسدي، ويعني في كل هيكل في الجسم أتغير وأتشكل في سنة 2020. قلة الدخول طبعا للملعب أثرت على الإحساس، الحس الحركي لكل لاعب أو لاعبة. بالنسبة للتمارين المنزلية، مو كل الناس عندهم نادي متكامل في المنزل، فكل كان أحد بطريقته بيتمرن، فأثر على أكيد كان في تأثير إيجابي للناس وكان في تأثير شوية سلبي على ناس تانية. فيختلف طبعا على حسب قديش كانوا بيتمرنوا قبل 2020 قبل الجائحة ما بدأت أو بعد. فعبال ما صارت العودة للملاعب لاحظنا أن نسبة الإصابات كانت مرة عالية، وإذا ما كانت عضلية حتلاقي كانت في حتى التنفس صار متغير عند كثير من اللاعبين، الأكسجين سبلاي، كيف الجري، قديش أخذ منهم أن هم يرجعوا بسرعة. فهذا كله يحكم علينا كيف التغييرات اللي صارت في الجائحة. ودحين طبعا بنحاول نأهل المستوى انه يرجع لقبل ان شاء الله، يعني زي قبل الجائحة ما بدأت. جميل، طيب هل في علاقة مباشرة بين إصابة اللاعب بكورونا وتعرضه لمجموعة من الإصابات اليوم المتلاحقة ولا ما لها علاقة؟ الناس اللي مثلا أصيبوا ثم وتجاوزوا الموضوع؟ لا ما في علاقة واضحة إلى الآن، الأبحاث ما بينت علاقات، يعني ما كان في أصلاً أبحاث كافية للأسف، فما نقدر نحكم إنه إذا كانت في علاقة واضحة أو لا في الوقت الحالي. بس يعني من كل خبرة إنسان أو تعرضه مع كمية الإصابات في العيادة أو في النادي، فكل أخصائي يقدر يقول شيء ثاني، بس كأبحاث إلى الآن ما تنشرت كفاية عندنا. طيب فكرة إصابة العضلة الضامة يعني كثيرة وموجودة بشكل موسع، أتكلم على الدوري السعودي، دوري الأمير محمد بن سلمان، لكثير من الأندية وكثير من اللاعبين، هذه وش أسبابها بالعادة؟ عادة إصابة العضلة الضامة هي من الإصابات اللي مرات يقولوا أنه صار تتأهل من إنسان لإنسان أو يختلف من إنسان لإنسان، لأنه تقدر ترجع لشيء ثاني. في إصابة عضلة الضامة تكون راجعة لأنه عندنا تيبس في المفصل، أو إذا كان عندنا مثلا قطع في رباط قريب من العضلة الضامة فأثر على العضلة الضامة. فكل كل إصابة العضلة الضامة تقدر تكون بمستوى مختلف ومن أسباب تانية، فهذا اللي يخلي الإصابة شوية تكون حرجة وتأخذ مدة التأهيل تتغير من إنسان للثاني. كم مدة التأهيل بالعادة لإصابات العضلة الضامة؟ هي على حسب الدرجات، إذا كان عندنا من الدرجة الأولى فتكون المدة تتغير ما بين 3 أسابيع، من أسبوعين ل3 أسابيع. إذا كانت من الدرجة الثانية تقدر تأخذ شهر إلى شهرين. نرجع نقول كمان إيش كان مستوى اللاعب أو اللاعبة قبل الإصابة، وهذا أهم مقطع نقدر نركز عليه. كيف؟ إيش كان المستوى؟ هل كان في تتكلمي عن المستوى اللياقي؟ نسبة عضل، اللياقي العضلي، القوة العضلية الكاملة قد إيش كانت، هل هي كانت عالية أو لا منخفضة.
فيحكم علينا في التأهيل الصراحة. طبعا نقدر نقول انه التغذية جانب مرة عظيم وكبير، وقت النوم، كل الأشياء الصغيرة اللي تحصل في حياتنا تقدر تأثر على التأهيل. جميل. فعشان كده دائما نقدر نقول انه ايوه المفروض اسبوعين ثلاثة، بس نلاقي يمكن احد يتأخر في التأهيل، فما نقدر نحكم نقول يعني في سبب واضح، لانه في اشياء كثير تقدر تحصل في يوم الانسان او الرياضي تغير التأهيل حقه. طيب حالات الشد العضلي اللي تصير أثناء المباراة لبعض اللاعبين بالعادة وراءها إيش؟ يعني تأهيل غير جيد، لياقة منخفضة، اللي تصير وقت المباراة وتعدي، يعني ما تأخذ دقائق وتعدي، بس وش سببها؟ من الأسباب الشائعة، يعني أنا أقدر أقول أكثر حاجتين يعني أقدر أشوفها نظريا واضحة، شرب الموية، إنه يكون العضل أصلا ما كان فيه موية كافية في اليوم، فنسبة الموية كانت تحكم إنه إذا كانت جدا منخفضة فالشدود العضلية تقدر تحصل بسرعة. والشيء الثاني الإحماء، وهو هذا اللي نتكلم عليه في فيفا 11 بلس في المحاضرات التوعوية، إنه الإحماء جدا مهم. مدة الإحماء قديش أخذت؟ إذا كان المناخ بارد لازم نحمي فترة أطول، إذا كان المناخ حار حتكون نسبة الإحماء أقل. بس إيش الأشياء اللي عملناها في الإحماء جدا جدا ضرورية، وهي اللي تقلل من نسبة الشدود العضلية، إصابات العضلية، وحتى تكون من الإصابات المفصل، لأنه من ضمن إحماء فيفا 11 بلس تحديدا تقويات غير السرعات والتغيير الاتجاه. ففي أشياء تتطرق مرة كثيرة جوا طريقة الإحماء، فكل ما كان الإحماء أحسن حنلاقي نسبة الإصابات تقل. جميل. طيب دكتورة، واحد اثنين ثلاثة بسرعة، أكثر شيء تخشينه على اللاعب السعودي اليوم في ملاعبنا؟ أرجع أعيد السؤال. أكثر شيء تخشينه على اللاعب السعودي ممكن يقربه من الإصابة، وشو؟ العادات، التقاليد، الغذاء، التمرين، وش أكثر شيء تخشين عليه بحكم يعني متابعتك للموضوع وقربك منه؟ الغذاء بالتأكيد، الغذاء واللياقة البدنية. الغذاء واللياقة البدنية. طيب أخيرا للناس اللي جالسين يسمعون وهم في بيوتهم، يعملوا أي تمرينات معينة لها علاقة باللي يشيل حديد، اللي يعمل تمرينات الضغط، اللياقة، غيرها، إيش النصائح السريعة اللي توجهينها لهم؟ أنصحكم دائما تزوروا مختص في الإصابات الرياضية والبرامج الوقائية، لسبب واحد: كل إنسان يقدر يحسب أنه هو بيسوي الطريقة الصحيحة وما يكون عليه نظر في المنزل. جلسة واحدة كافية أنها تقدر تعمل كشفية، تقدر تقيم الإنسان، يتعرف على عضلاته مع الأخصائي أو الأخصائية، يتعرف على المفاصل، يأخذ توجيهات بسيطة ويقدر يكمل في المنزل لوحده. حنلاقي أنه الثقة صارت أعلى في الإنسان أنه يمارس الرياضة بدون خوف، وهذه من الأشياء اللي مرة مهمة، أن إحنا ما نبغى تجي الإصابة عشان ما نبطل رياضة. فعشان نوقي نفسنا من الإصابة نقدر نزور مختص بكل سهولة عشان يعطينا التوجيهات اللازمة. دكتورة لما، شكرا جزيلا لك ولوقتك، وبالتوفيق لك. العفو. شكرا للدكتورة لما بصري، وبعد هذا الفاصل ألقاكم.